السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، بدايتها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يوافق على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لمئة متبرع بالأعضاء. أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 تتواصل في مدينة دافوس السويسرية. النيابة العامة تعلن سجن 4 وافدين لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم لإدانتهم بتهمة تزييف النقود. مرحبا بكم. صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لمئة متبرع بالأعضاء، سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيا. تتواصل أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية بمشاركة سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. وجدد سموه خلال جلسة حوارية في منتدى دافوس التأكيد على أن قرارات أوبك بلس جاءت لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وإمداداتها، وأنها لا تخضع للتسييس وليست أحادية، مشيرا إلى أن النتائج أثبتت صحة القرارات وأكدت صحة نهج المملكة الاستباقي. النتائج أثبتت صحة قرارات منظمة أوبك بلس لمواجهة تقلبات السوق والعمل لصالح المنتجين والمستهلكين، واستقرار أسعار الطاقة يؤكد صحة نهج المملكة الاستباقي. أمن الطاقة أمر أساسي جدا بالنسبة للمملكة، والاستقرار الجيوسياسي هو المفتاح الأهم لأمن الطاقة العالمي. نجاح عمل أوبك وأوبك بلس حقق الاستقرار لأسعار النفط، وهو ما يلمسه المنتجين والمستهلكين، فهناك مصادر أخرى للطاقة تواجه تحديات جمة. وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال الجلسة حوارية بعنوان المستقبل المشرق في خضم التحديات الجيوسياسية في منتدى دافوس، يجدد التأكيد على دور المملكة المحوري في ضمان استقرار أسواق الطاقة عالميا رغم كل التحديات غير المسبوقة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي تخطت تداعياتها المتنازعين. حديث وزير الخارجية في دافوس عن نجاح المملكة وأوبك بلس في النأي بإمدادات وأسواق الطاقة عن الفوضى لأن قراراتها لا تخضع للتسييس بل لدقة التحليلات والدراسات. الاستقرار الجيوسياسي هو المفتاح الأهم لأمن الطاقة العالمي. الأمير فيصل بن فرحان يجدد دعوة المملكة لحل الخلافات الدولية وإنهاء الحرب في الشرق الأوروبي. السعودية تحمل مسؤولية مواصلة إحلال الاستقرار في أسواق النفط والطاقة مع عملها في الوقت ذاته على الانتقال إلى الطاقة النظيفة وإنتاجها عبر الاستثمار ب$200 مليار في الطاقة المتجددة. نحن ملتزمون بالتحول إلى الطاقة النظيفة، لكن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها الانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة بطريقة لا تؤثر على مواصلة النمو والازدهار العالمي هي ضمان مستوى معين من الاستقرار والقدرة على التنبؤ في إمدادات مصادر الطاقة التقليدية خلال مرحلة الاستثمار في الطاقة المتجددة. المملكة استثمرت نحو $200 مليار في الطاقة المتجددة داخلها وخارجها في 21 دولة حول العالم. وزير الخارجية يقدم وصفة المملكة للتوازن والعمل من أجل مصالحها ومصالح العالم والكوكب. من جانبه قال وزير المالية محمد الجدعان إن عام 2022 كان عاما مفصليا من حيث النهج الاقتصادي والمالي المعتمد في المملكة، مضيفا أن متوسط التضخم في المملكة لم يتجاوز 3% بعد التحركات الناجحة التي اتخذت مؤخرا. وأكد خلال مشاركته في منتدى دافوس أن المملكة استثمرت في التكنولوجيا قبل فترة من جائحة كورونا، لذلك تمكنت من الانتقال إلى العالم الافتراضي والعمل عن بعد في العديد من القطاعات. وأضاف أن المملكة توقعت التضخم قبل أن يتوقعه الآخرون، مضيفا أن التدابير التي اتخذتها المملكة قبل يونيو 2021 جعلتها ترى مؤشرات التضخم وتتخذ التدابير التي تحميها منه. تحت شعار التعاون في عالم منقسم، تشارك المملكة بخبراتها وثقلها مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات والأزمات العالمية، وذلك في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2023.
التعاون في عالم منقسم، شعار المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2023، شعار يلخص ما وصل إليه حال الاقتصاد العالمي بسبب الخلافات الجيوسياسية والحروب العسكرية والاقتصادية. وسط ثلوجها تحتضن دافوس السويسرية منتدا اقتصاديا تشعله الأزمات التي يمر بها العالم، فجائحة كورونا لا تزال تداعياتها تضرب بقوة، والحرب الروسية الأوكرانية التي أغلقت النوافذ الضيقة لتعافي الاقتصاد العالمي جراء كوفيد-19. وضع جيوسياسي وجيو اقتصادي هو الأكثر تعقيدا منذ عقود، هكذا يصف الخبراء ظروف انعقاد المؤتمر الذي يناقش قضايا مهمة بأزمة الطاقة التي أصبحت سلاحا في الحرب الروسية الأوروبية، وقضايا الأمن الغذائي العالمي وتأثير الفائدة المرتفعة على اقتصادات الدول الناشئة، إضافة لارتفاع معدلات الديون وعجز تسديدها وزيادة نسب الفقر عالميا. بمشاركة المملكة وأكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، يناقش المنتدى الدولي التحديات التي تتطلب التعاون لا التنافس مع تبادل الخبرات، ما يجعل مشاركة المملكة في دافوس ذات أهمية خاصة لدورها بتنسيق العمل الدولي وتجربتها الناجحة في مواجهة تأثيرات التحديات الاقتصادية على كبرى اقتصادات العالم. تواصل مؤسسة محمد بن سلمان مسك جهودها في خلق فرص التمكين لمجتمع الشباب وإشراكهم في معالجة التحديات العالمية، وذلك من خلال مشاركتها الخامسة في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد في مدينة دافوس بسويسرا خلال الفترة من 16 إلى 20 من يناير 2023، حيث تشارك مسك في دافوس بجناح مجلس الشباب الذي يأتي امتدادا لمساعي المؤسسة تجاه تعزيز حوار الأجيال، والذي يجمع القادة بالشباب بهدف تبادل الأفكار ومناقشة الموضوعات ذات الأهمية، كما يهدف إلى إيصال أثر المؤسسة إلى مجتمع الشباب عالميا. ومن المقرر أن تنعقد في مجلس الشباب جلسات حوارية تجمع الشباب العالمي بأكثر من 30 متحدثا من صناع القرار ورجال الأعمال والمفكرين من المملكة والعالم، إلى جانب منصات تفاعلية تسعى لتمكين جيل الشباب من إحداث التغيير الإيجابي في القضايا ذات الأهمية القصوى على المستوى الدولي وإيصال صوتهم إلى القادة وصناع القرار. صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لتشكيل إجرامي منظم مكون من 4 وافدين من جنسية آسيوية بتهمة تزييف النقود، وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناه باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية وحيازتهم لمبلغ قدره 8700 ريال مزورة، وتم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم وسجنهم لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم، وغرامات مالية قدرها 120 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم. أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، وأكدت هيئة العقار أن المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقارية يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة 6 أشهر كمهلة تصحيحية، مشيرة إلى أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري متاحة بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع. أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة إنداميكس 2، والتي ستسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى ميناء جدة الإسلامي. يأتي ذلك في إطار الهدف الاستراتيجي للهيئة لتحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية لتعزيز الحركة التجارية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور يربط 3 قارات.
سلمت القوات البحرية السعودية نظيرتها البريطانية مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة 150 CTF، وذلك في حفل خاص أقيم في مقر القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين. وكانت القوات البحرية قد تسلمت مهام قيادة قوة الواجب المختلطة 150 CTF لثلاث فترات نفذت خلالها عديدا من العمليات النوعية لغرض الأمن البحري في مناطق المسؤولية ولضمان التدفق الحر والآمن لخطوط الملاحة العالمية. وقعت إحدى الشركات السعودية المتخصصة في الحلول الرقمية اتفاقية في مصر، تهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال والشركات الناشئة والابتكارية في القطاع الصناعي. استثمار سعودي جديد في مصر تستكمل به المملكة سلسلة استثماراتها في البلاد، تجلى في توقيع شركات سعودية اتفاقيات للتعاون مع نظيرتها المصرية في مجال دعم الشركات الناشئة في القطاع الصناعي والتصنيع الذكي، وذلك بحضور السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة بالقاهرة. المملكة العربية السعودية ومصر تربطهما نحو 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تغطي كافة مجالات التعاون فيما بين البلدين الشقيقين وتؤسس لعلاقات استراتيجية. الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال والشركات الناشئة والابتكارية، وتسعى من خلاله المجموعة السعودية لأن تكون المرجعية الموثوق بها في التحول الرقمي والمقدم الرائد للحلول المتكاملة في مجال التعليم والابتكار والحلول الرقمية، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمهد تلك الاتفاقية لذلك. مضينا 5 سنوات في السعودية وفي مصانعنا في المملكة العربية السعودية لبناء الكونسبت والتعرف وبناء المنصات وإنشاء الكوربريت فينشر كابيتال، وبعد نضج التجربة في مصانعنا في المملكة كان واجب علينا أن نخرج خارج المملكة لخدمة عملائنا بالأساليب الجديدة والتقنيات الجديدة. ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية. وكانت مصر والمملكة قد وقعت 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7 مليارات و700 مليون دولار، وتعتزم المملكة ضخ استثمارات سعودية في مصر بقيمة 30 مليار دولار. محمد عبد الحكم، القاهرة. توقع المركز الوطني للأرصاد استمرارا للانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان عسير الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. في ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين يوافق على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ100 متبرع بالأعضاء. أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 تتواصل في مدينة دافوس السويسرية. النيابة العامة تعلن سجن 4 وافدين لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم لإدانتهم بتهمة تزييف النقود. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وتصبحون على خير.